آخر مرة خالص كنا بنتكلم فيها كانت على الفي لوك اب، فاكرينها يا جماعة؟ فاكرين الحتة دي؟ ألو، طب ممكن بس يعني احنا يعني عددنا بس قليل شوية، فممكن الناس تتكلم معايا شوية لو سمحتوا؟ شباب انتوا سامعيني أساسا؟ ايوه تمام مع حضرتك. يعني انتوا معايا ولا؟ اصل مش شايف اي تفاعل خالص، فانا بس يعني حابب بس الناس ايه يعني تتفاعل شويه بس مش اكتر. تمام كده يا جماعه؟ الو، تمام حاضر. ماشي، شكرا قوي. احنا هنعمل شير سكرين، نعملها على دي. انتوا كده شايفين يا جماعه اللي احنا الحاجات دي، شايفين الشكل ده؟ ده الشكل اللي احنا ده الشكل اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت بتاعة قاعدة اف. فالمرة دي بقى نتكلم عن ازاي نعملها، يعني فاهمين قصدي ايه؟ بصوا يا شباب، دلوقتي قاعدة اف دي علشان تشتغل بتدي له شرط، تقول له لو الشرط ده اتحقق او الشرط ده ما اتحققش. يعني اول حاجة تدي له الشرط، طب لو الشرط اتحقق اعمل كذا، طب لو الشرط ما اتحققش اعمل كذا، وهكذا. تمام؟ تعالوا كده نبص كده على الناتج هنا. ده بيقول لك ايه؟ احسب نتيجه كل طالب علما بان يكون اذا ناجح اذا كانت درجه اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من 3 من 300. يعني اللي اقل من 300 راسب واللي اكبر من 300 ناجح. يبقى دي النتيجه. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول يساوي اف. تمام؟ ونقول له لو ده بيقول لك اكبر من او يساوي، أكبر من أو يساوي 300، إذن بس كده، إذن ناجح. الناجح يا جماعة بتتكتب ما بين قوسين، ما بين كوتيشن قصدي، ناجح. طب لو لأ يكون راسب. تمام؟ يبقى ده أكبر من 550. طب تعالى نسحب المعادلة لتحت كده أهي. او ده راسب ليه؟ عشان اقل من 300. ده راسب ليه؟ عشان اقل من 300. طب لو احنا كتبنا مثلا 200 هنا راسب. طب لو احنا كتبنا 300 بس، حد يقول لي ايه النتيجه اللي هيطلع؟ يعني حد ممكن يتوقع ايه الناتج اللي هيطلع؟ هو بيقول لك اكبر من او اكبر من او 300، اكبر من او يساوي 300 ده ناجح. طب لو انا كتبت 300 هيبقى ناجح طبعا، لانه هو من فوق ال 300. تمام؟ التقدير بقى، تعالوا بقى بصوا يا شباب، التقدير بيقول لك ايه بقى؟ تعالى بقى نعمل. ويكون راسب اذا كان اقل من 300، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، ويكون مقبول اذا لا من يبقى من الشمال، ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، ويكون جيد اذا اكبر من او يساوي 350. يعني من 300 ل 350 ده مقبول، ومن 350 ل 450 ده جيد، ومن 450 ال 550 ده جيد جدا، ومن فوق 550 ده امتياز. حد فاهم حاجه في اللي انا بقول؟ شباب هو حضرتك عايز ان هو الدرجات دي يحولها هو يكتبها لتقدير، صح كده؟ ايوه. الناجح والراسب دي كده كده خلاص طلعناها منها. دلوقتي بقى نبص على حوار ان هو يكون التقدير بتاعه اذا كان جيد، جيد جدا، امتياز، الكلام ده. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان من 300 ل 300، من 300 ل 350 ده مقبول، ومن 350 ل 450 يكون جيد، ومن 450 ل 550 ده جيد جدا، ومن 550 فيما فوق ده امتياز. طب هنعملها ازاي؟ تعالوا بقى نعملها ازاي. بصوا يا شباب، نصغر بس الكلام ده شويه عشان بس اشوف بس انا بعمل ايه. تمام؟ بصوا يا شباب، دلوقتي احنا هنيجي هنا كده ونكتب اهو اف. لو المجموع ده اقل من 300 اذا راسب، صح؟ يعني بس خليكم بس معايا بس مش اكتر. ممكن يا شباب يعني حتى تبصوا كده بعينيكم كده حتى المعادله ماشيه ازاي. لو الرقم ده اللي هو المجموع اقل من 300 فهو راسب. طب لو لا اللي هي الاف فولس دي اللي هي ما نفعش، طب نكتب اف تاني. ولو المجموع ده اقل من كام؟ 350. يبقى يا جماعه حد ممكن يقول لي اللي ما بين 300 ل 350؟
يبقى مقبول. مقبول طلع صح، هيبقى مقبول. طب لو لا، بص اول ما بدوس كوما بينقلني على الشرط اللي بعديه. طب لو لا نعمل اف تانية، لو المجموع ده اقل من كام؟ حد يقول لي ولا ما حدش يعرف قوي؟ هيبقى 400 كده. 450. جيد. 450 يبقى اللي اقل من 450، اذا يبقى جيد. لا 400. مفيش 400 مش 400. تمام اقل من 450 يبقى جيد. طب لو لا تمام. يبقى اف رابعة، يبقى اللي اقل من 550، يبقى لو ده اقل من 550 يبقى جيد جدا. طب لو لا بقى، دي اخر حاجة، يبقى امتياز على طول، مش محتاجة كلام، لأن هو لو أقل من 450 ده كده جيد جدا. طب لو فوق 450 يبقى امتياز. أهو نعمل كده كوما ونفتح ده. لا لا لا، ونكتب هنا أهي. 550 بقى مش 450. لا 450 أيوه امتياز. هقول لك أنا دلوقتي هنعمل، إحنا عملنا إيه دلوقتي. بص يا ستي، نقفل هو ده. ممكن بس حضرتك تبعت لنا بقى في الآخر الشيء ده عشان أيوه طبعا طبعا المعادلات. طبعا طبعا. بص يا ستي، ماشي تعالي بقى نشوف بقى احنا عملنا ايه هنا. تمام، بص يا شباب، ده 550 قال لك. بص بقى معلم، قال لك واذا التقدير كان، اذا كان اكبر من او يساوي 550 فهو امتياز. التقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550. كانتوا معايا في الحتة دي ولا لا؟ ايوه تمام. تمام، يبقى كده 550 ده امتياز. طب الجيد ده جايب 368، 368 تقع فين؟ قال لك بص بقى، ويكون جيد اذا كان اكبر من 350. ده 368 يبقى ده كده اكبر من، يبقى كده ده ايه؟ جيد. طب تعالوا نشوف المقبول. المقبول 325، بيقول لك ما بين ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، وفي نفس الوقت بس هو اصغر من 350 فهو كده مقبول. حد فاهم اللي انا بقوله ده ولا لا؟ ايوه تمام. يعني درجاته بس انا عايز افهم حاجه، هو كده مش ممكن يلخبطها؟ يعني ممكن ان هو مثلا، ما هي كله حضرتك، يعني انا مش، يعني انا كنت فاكره اول ممكن بحددها بقول من 300 ل 350، لكن لا مفيش هي كده، حضرتك كده هو كده لا مفيش كده، مفيش من وقت كده. 300 تمام ل 350، مفيش دي. طب تعالوا بصوا نشوف المثال التاني. بص يا شباب، المثال التاني ده واضح شويه. بيقول لك ايه؟ اذا كان اقل من 60 راسب المجاميع اهي، يبقى هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده وندوس اف وندوس كده. لو ده اقل من 60 اذا راسب. طب لو لا، ما بيقول لك اقل من 60 راسب، احنا بنديله الشرط، بنقول له ايه؟ لو ده، لو المجموع ده اقل من 60 فبيقول لي طب لو اتحقق، يعني لو طلع اقل من 60 فعلا اقول له اكتب لي راسب. طب لو لا اقول له اكتب لي ناجح بقى. هيبقى ناجح. بالظبط تمام. اهو ده راسب عشان اقل من 60، 42، 57 راسب، 43 راسب، 47 راسب، اقل من 60، وكل اللي فوق ال 60 دولت الناجح. حتى بص 60 ونص اهي. تمام كده يا شباب، كده احنا عرفنا الناجح والراسب. انتوا كده فهمتوا كده الوضع ده؟ طب تعالوا بقى نبص على ايه؟ على التقدير. ثاني بس نكبر دي كده شويه عشان نعرف نكتب المعادله كويس. بص يا شباب، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ده اقل من 60، يبقى نعمل، تعالوا نبتديها من اول هنا ال 60 دي. تعالوا هنا بسم الله ندوس كده اف ونعمل كده. بيقول لك لو المجموع ده اقل من 60، او نكتب 60 اهي، اذا دي لو الشرط اتحقق اكتب لي راسب. راسب. طب لو لا، يبقى نكتب، نعمل معادله تانيه، يبقى اف بيقول لك بقى ايه؟ لو اكبر من 60، يبقى احنا الاول قلنا ايه؟ اقل من 60 راسب، يبقى اللي جاي ايه؟ لو ده اقل من 70، اللي هي 70 اهي، انتوا معايا يا جماعه؟ بصوا احنا قلنا اقل من 60، فكده الشرط طلع لفوق اللي هو اكبر من 60، ودلوقتي اقل من 70، يبقى اكتب جيد. مش مفروض مقبول الاول؟ مقبول قصدي. صدقي صح، انت بتتكلمي صح، معلش انا سخنت شويه، معلش. مقبول تمام اهي. طب ولو لا، يبقى اف تانيه، لو ده اقل من 80، 80 يبقى اذا ايه؟ جيد.
واحده ثالثه يبقى اف رابعه. لو ده اقل من 90 اذا جيد جدا. طب لو لا يبقى امتياز على طول. ما هو خلاص مفيش اكتر مفيش غير كده. امتياز. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه ولا ايه. تعالوا بصوا بقى يا جماعه ده جيد جيد. ده بيقع فين؟ 70. 70 دي اللي هي ايه؟ بيقول لك اكبر من او يساوي 70 واقل من 80، صح كده ولا ايه؟ انت معايا تيسير؟ تمام يا حضرتك. انتوا فاهمين يا جماعه اللي انا بعمله ده؟ يعني بصوا جيد دي اهي جيد ما بين ال 70 وال 80 صح؟ يعني اكبر من 70 واقل من 80 ده جيد صح؟ طب جيد جدا اكبر من 80 واصغر من 90 يبقى جيد جدا. طب ممتاز. طب ايه رايك لو احنا كتبنا هنا مليون او 90 9000 كده؟ هيكتب لي امتياز. احنا قلنا له اكبر من ال 90 ايا كان الرقم هو امتياز. انتوا فهمتوا قصدي ايه؟ طب تعالوا نشوف مقبول. مقبول دي ايه؟ مقبول دي 66 اكبر من ال 60 واقل من ال 70. فهمتوا قصدي ايه؟ اه تمام. فكده دي تحفه بقى. طب ممكن اسال سؤال؟ هو حضرتك لما بتيجي تكتب الداله بتكتبها من مقبول جيد جيد جدا ممتاز بتبتدي تصاعدي صح؟ او تنازلي مش هتفرق يعني. يعني هي مش هتفرق في حاجه. ما هي في الاخر نتيجه واحده. يعني ممكن نقول له مثلا ايه؟ يعني مثلا نبتديها هنا مثلا. ممكن نعملها هنا. يعني ممكن مثلا انا بحب التصاعدي تبقى احسن. بص انا ممكن اقول له ايه؟ اف لو ده اقل من 60 ده الطبيعي طبعا اول حاجه خالص اذا راسب او نكتبها فيل. فيل عشان تبقى بالانجلش كله. طب لو لا يبقى نعمل واحده تانية. لو ده بصي بقى ركزوا بقى في ده. لو ده اصغر من ال 90 اذا احنا قلنا ابتدينا من 60 ل 70 ل 80 يبقى لو ده اصغر من 90 اذا جيد جدا. لو ده اصغر من 90 اذا جيد جدا. فيري جود. طب لو لا يبقى اف تاني. لو ده اصغر من 80 80 اذا ايه؟ اذا جود. طب لو ده نديله كده احنا قلنا جود. لو ده اصغر من 80. طب لو ده اصغر من 70 70 يبقى ايه؟ يبقى اصغر من 70 يبقى مقبول اللي هو الاكسبت. طب لو غير كده يبقى اكسلنت. تعالوا نشوف دي بقى هتمشي ازاي. لا انا دوست اكتر من مره. ثانية اهي بس كده. انا عملت دي فيري جود ودي جود. لا 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 يبقى ثانية انا هظبطها دلوقتي لحظة. احنا قلنا ايه؟ لو ده اكبر من 70. طب لو احنا عملنا دي كده لحظة عشان دي نشوفها بس كده. اكسلنت. تمام. يبقى انا بس الفكرة كلها في الارقام. لو ده اصغر من يبقى 80 وده 70 وده 60. تعالى كده نشوف ده اكسلنت. لا هي بس الفكره بس كلها في الارقام. ثانيه لو ده اصغر من 90 اذا فيري جود. لو ده اصغر من 80 يبقى اذا جود. لو ده اصغر من 70 اذا اكسبت. لو لا بصوا بصراحه انا بعملها تصاعدي بس يعني عشان ايه هي بتبقى عايزه لفه شويه بس انا بصراحه يعني. طب هو انا ما ينفعش اعملها العكس اعملها اكبر؟ يعني اقول اكبر من 90 يبقى اكسلنت اكبر من 80 يبقى فيري جود. لا 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 ما هو عشان ما لخبطهاش. هي المفروض تصدقي صح المفروض تبقى اكبر فعلا مش اصغر. يعني المفروض مش اصغر صح هي المفروض تبقى اكبر. يعني مثلا لو ده اصغر من 90 اذا فيري جود. طب لو ده اكبر من ال 80 يبقى كذا. طب لو ده اكبر من ال 70 يبقى دي. طب تعالى نشوف دي كده
لا برضه لا، يبقى هي عايزه معلش انا بعملها تصاعدي، بس انا بصراحه مش عارف اركز، يعني مش عارف اركز ان انا اعملها تنازلي دي. تمام تمام يا شباب، ف يعني انا بعملها تصاعدي بس معلش، عشان انا بحب ان انا اخليها تصاعديه، بس التنازلي هتاخد مني تفكير شويه، لكن كده كده بحلها والله. تمام تمام كده يا شباب، تمام. تمام. نيجي بقى ليه اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه النهارده. ثانيه بس اعمل ستوب شير لحظه، هو واقف بس، ونعمل دي اللي هي كده، نروح عاملين كده. بصوا يا شباب، ده شيت اللي انا جاي احكي لكم فيه النهارده، ده حاجه حلوه قوي، ده تلخيص للداتا الكتير دي. يعني نفترض مثلا انتوا شغالين يا جماعه، حد هنا شغال؟ حد هنا منكم شغال؟ انا شغالين في ايه مثلا؟ مثلا بشتغل محاسبه. محاسبه. طب تمام، يعني مثلا بتبقي عندك داتا زي دي كده كتيره. مثلا بصي الداتا دي قد ايه؟ كتير. بصي اهو الداتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان مثلا الوكيل اللي هنا ده اسمه مجموعه الاهلي التجاريه. المجموعه دي بتوزع، على فكره دي ممكن تفيدك على فكره، المجموعه دي بتوزع لوكلاء والحاجات كتير قوي منتجات. يعني مثلا عندها وكيل اسمه الاهرام، ده موجود فين؟ ده بيودي في الواجهه مصر. الكميه بتاعته قد ايه؟ النوع قد ايه؟ تاريخ الشحن، تكاليف الشحن، تكلفه البضاعه النهائيه، المسدد، تاريخ السداد، التكلفه المتبقيه. دي شغلانه حسابيه بحت، يعني دي شغلانه محاسبيه بحت. ايه اللي هيحصل بقى يا ستي؟ بص يا ستي، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هنا ان انت دلوقتي عايزه تلخصي كل الداتا الكتيره دي. فاهمين؟ فاهم قصدي ايه؟ فاهمين يا جماعه اللي انا بقول عليه؟ يعني انا مثلا هوديكم، انتوا سامعيني كده ولا لا؟ ايوه سامع معاك. معلش الانترنت كان فصل شويه. بصوا يا شباب، دلوقتي مثلا وليكن انا هقول لكم اللي انا عايز اعمله، يعني مثلا جيد جدا ده مثلا انه الانواع، مثلا في منتجات اسمها جيد جدا، في جيد، في امتياز، في الحاجات دي. وليكن انا عايز اعرف ايه الانواع اللي انا شغال فيها بقوه او اللي شغال فيها حلو. تمام، هروح اعمل كده. انا طبعا مش همسك واحد واحد، يعني بص بص دي كتير قوي، دي داتا كتير قوي متفصله. هروح اعمل كده، واروح دايس كلمه انسرت، واروح دايس على كلمه بيفت تيبل. دي بيفت تيبل اهي، ويقول لي انت عايزها ان الناتج يطلع في شيت جديد ولا في شيت قديم؟ لا انا عايزه في شيت جديد اهو، واختار النوع اهو في الرو. الرو دي يا جماعه، الرو، بصوا يا جماعه انا اوريكم بس انا عملت ايه. الرو، واختار الكميه، واعمل سورت كده. بقى عندي اكبر حاجه بتتباع الممتاز اهو، ممتاز 86000 قطعه، الجيد جدا 77000 قطعه، الجيد 73000 قطعه. اللي انا عملته دلوقتي ايه يا جماعه؟ اللي انا عملته اللي انا لخصت الداتا الكتير قوي 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 دي، لخصتها في جدول صغير هنا. لا معلش تاني ممكن؟ ايوه، ما انا لسه ده لسه اشرحها لكم. بصي تمام، الداتا الكتير دي يعني مثلا جيد جدا دي، بص في منها كتير، الفيوم، الاهليه، واولاد عمري، وجيد جدا. فانا عايز اعرف كام جيد جدا، يعني كام كميه طلعت جيد جدا. رحت انا ملخصها كلها في الجدول الصغير ده، فكده عرفت ان جيد جدا ده في منها 77000 قطعه، والجيد في منه 73000 قطعه، والممتاز في منه 86000 قطعه. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين يا جماعه ولا لا؟ ماشي. هو الجيد جدا انا اختصرت اختصرت يعني او جمعتهم. ماشي، انا بقى لسه بقى اشرح لكم انا جمعتها ازاي. بصوا يا شباب، اللي انا بتكلم فيه النهارده ده اسمه بيفت تيبل. بيفت تيبل بتجيبه منين؟ من قائمه اسمها انسرت فوق، او ادراج اسمها بيفت تيبل اهو. البيفت تيبل ده وظيفته ايه في الحياه؟ وظيفته يعني يا ريته يبقى في حياتنا احنا والله، يلخص لنا حياتنا. بصوا يا شباب، انتم عندكم داتا كتيره قوي قوي قوي، وعايزين مثلا تعرفوا وليكن ايه الوكلاء اللي بتبيع اكتر حاجه عندنا؟ ايه الكميات اللي بتتباع؟ انهي وجهه بتروح؟ تكاليف الشحن انهي وكيل بيستهلك تكاليف شحن كتير؟ طب ايه اللي تسدد لنا من الـ من الـ من الوكلاء؟ طب ايه اللي باقي؟ طب اسئله كتير، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايوه فعلا ده بيحصل صح كده. فانا بقى عايز الخص الداتا دي،
يعني مثلا حد يطلع لي كده بس اتكلم معاه شويه. يعني نفترض مثلا، نفترض لو انا عايز اقول لكم مثلا انا عايز اعرف كل وكيل، كل وكيل تمام قدامه كم كميه، يعني عايز اعرف كم وكيل قدامه الكميات بتاعته، هنعمل ايه؟ هنيجي نقف في اي حته في الجدول كده، يعني مش هنا، لو جيت وقفت هنا ادوس انسرت بيفت تيبل مش هيعمل لك حاجه، يعني مش هيعمل حاجه، بيقول لي انت الداتا فاضيه، فلازم تقف في حته فيها جدول كده اهو، وتروح دايس كلمه بيفت تيبل. بصوا لو تلاحظوا اتحدد الموضوع، خدت بالكم في تحديد للجدول معايا؟ ايوه محضر. ونروح دايسين اوكي. بصوا يا جماعه ايه اللي حصل، قال لي بص، قال لي انت عايز ايه، قلت له انا عايز الوكيل اجيبه هنا. بصوا يا جماعه لو جبت الوكيل هنا بينزل لي في الرو، الرو اهي يا جماعه الرو. البيفت تيبل بيتكون من اربع وجهات كده، الكولوم الرو الفاليوز والفلتر. الرو دي اللي انت لما بتيجي تسحب الوكيل اللي هنا كده بينزل لك بالترتيب ده كده، الترتيب الجميل ده. طب لو انت جيت مثلا سحبت الوكيل ده هنا كده، بصوا بقى شكلها عامل ازاي، الباز الشامل العنوان، فاهمين قصدي ولا لا؟ فبتبقى يا ريت بس تردوا عليا بالله عليكم، يعني ما حدش النبي يعمل ميوت قوي كده، فاهمين؟ ايوه هي دي كده تنظيم عشان حضرتك تبقى اسهل على العين يعني. فالاسهل بتبقى كده، الرو دي كده، واقول له انا عايز الكميه، فالكميه احطها فين؟ اكيد مش هحطها هنا، بصوا الكميه مش قد كده، لازم الكميه تحط في الفاليوز. فاليوز دي بقى اللي بيحصل فيها العمليات الحسابيه. لما حطيت الكميه هنا البرنامج فهمها ان هي صم، يعني اللي هي ارقام، بس انا ممكن اقول له لا انا عايز مثلا عددها الكاونت، طب عايز الافريج، افريج يعني المتوسط بتاعها، طب عايز الصم، وهكذا يعني، أو اعلى كلمه مثلا ماكس دي اللي هي اعلى رقم، او مثلا في كذا عمليه حسابيه هنا، بس احنا بنختار الصم تمام. فبالمنظر ده كده وصلنا مرحله ايه اهو، ان كل وكيل عمل كم كميه، يعني بعت كم كميه او باع كم كميه. فلو احنا دوسنا كده كلمه كليك يمين سورت وخليناها لارجست سمولست، حد شايف دي؟ شايفينها صح؟ هنروح دايسين على كلمه لارجست سمولست دي كده، قال لي ان اكبر واحد، انتوا معايا يا جماعه؟ انتوا معايا صح؟ معايا مع حضرتك بيرتبهم يعني. قال لي ان اعلى رقم هنا، اعلى واحد هنا اسمه الباز للاعمال التجاريه، عامل 28000 كميه، وبعديها الشام. طب نفترض الباز ده انا عايز اعرف الواجهه بتاعته فين، يعني الراجل ده في انهي حته، في مصر ولا فين؟ ممكن مثلا احط الواجهه دي مثلا هنا، بص لو حطيتها هنا ايه اللي هيحصل؟ بص قال لي بص الباز بايع ب 28000 قطعه في السعوديه، اظن كده الموضوع واضح شويه. بايع مثلا الشام بايع ب 23000 قطعه في سوريا صح؟ طب لو انا جبتها هنا كده، بصوا اللي هيحصل، الشكل مش قد كده، بس بص بقى المنظر الجميل بقى اللي احنا هنعمله، في حاجه اسمها ديزاين، ديزاين هنا دي اهي ديزاين، وتعملها بالمنظر ده كده، اسمها شي شو ان تابولار فورم اهي، وتعمل دونت شو سب توتلز بس كده. ايه اللي حصل هنا؟ بص يا شباب اللي حصل هنا ايه؟ قال لي بص الباس ده بيودي في السعوديه 28000 قطعه، الشام بيودي في سوريا. بصوا لو تلاحظوا ده الفيوم والاهرام بيودوا في مصر، يعني مصر ليها وكيلين مش وكيل واحد اسمه الفيوم والاهرام. طب ايه رايكم لو احنا عكسناها، لو خلينا الوكيل ده هنا والواجهه فوق؟ بصوا اللي حصل، استنى نعمل دي، نعملها دي اسمها ديزاين، ونعمل ريبيت. بصوا اللي حصل، عندنا العراق في منها اتنين، عندنا مصر في منها اتنين، عندنا سوريا في منها اتنين. حد فاهم اللي انا بعمله ده ولا لا يا شباب؟ شباب هو انا حسيتها ان هي ترتيب، ان الواحد يختار في ان هو يشوف اهل الانسب يعني. ايوه يعني اعتقد ان هي مش ايوه بالظبط، اللي هو الاحسن للعين والاسهل أيوة. الواحد يراجع المعلومه يعني. مثلا لما اجي اقول لك مثلا الواجهه مصر عندها كام وكيل، يقول لي الوكيل اهو اتنين اهو، الفيوم والاهرام. طب لو انا خليت الوكيل تحت الواجهه تحت الوكيل، بصوا ايه اللي هيحصل، الباز قدامها السعوديه ومصر قدامها وكيلين ايا كان، تمام كده احنا وصلنا كده لمرحله حلوه صح كده يا شباب؟ الو ايوه تمام حضرتك. طب تعالوا بقى هنا نشوف بقى، طب حد مثلا يطلع لي اي فكره ثانيه، مثلا احنا قلنا الوكيل عايزين نعرف كم يعني كم قطعه، طب حد تاني يقول لي اي نتيجه ثانيه؟
ممكن نقول تقييم كل كام، تقييم كل وكيل كان ممتاز ولا اقل ولا اقل من ناحيه القطع؟ صح كده يا جدع. بصوا بقى نعملها دي بقى، يبقى فيها لفه بقى، ركزوا بقى في الحته اللي احنا هنعملها. بصوا يا شباب احنا دلوقتي نمسح دي كده لحظه، احنا الجزء ده ده الوكيل. طب انا دلوقتي عايز اعمل كده، نعمل انسرت بيفت تيبل، هو حدد لي المكان، قال لي انت عايزه في النيو شيت، يعني نيو شيت زي ده، لا انا عايز اقول له اكزيست في مكان في من نفس في مكان اهو، اقول له مثلا هنا كده او هنا كده، هيطلع لي الناتج هنا. انا اقول له الوكيل اهو، صح كده؟ احنا قلنا ايه الوكيل؟ مين اللي كان بيتكلم معايا؟ معلش نجاح مع حضرتك. بص يا استاذ نجاح، دلوقتي الوكيل اهو احنا حطيناه، انت بتقولي عن طريق عن يعني عايزه تعرفي النوع، انهي وكيل بيبيع نوع ايه، صح كده؟ تمام. هنختار النوع، بس المره دي هنختار النوع هنا كده، بص يبقى شكله شيك احسن. ونختار الكميه، ما انت طبعا عايزه تقارني النوع عن طريق كميه، اهو نختار الكميه هنا كده. بص ايه اللي حصل، قال لك ان الوكيل اسمه دياز ده او الاهرام التجاريه ده بيبيع 3470 جيد، و6700 جيد جدا، و7800 ممتاز. ايه رايكم في الحته دي؟ كده اقدر اقيم تقديره. ايوه بالظبط بالظبط، حاجات زي كده بقى. بص بقى الموضوع متاح، حد يا جماعه عنده افكار تانية هنا تاني؟ ها ممكن اكون عايز اعرف برضو تكلفه الشحن بالنسبه له تبقى كتير عليا ولا مظبوطه؟ بالظبط جدع. بصوا يا جماعه لو النت فصل، او قصدي لو اللينك فصل، خشوا تاني على نفس اللينك، خلاص اللينك فاضل له دقيقه. لو انتوا عايزين تعرفوا التكاليف الشحن، ايه اكتر وكيل بيستهلك تكاليف شحن، ايه رايك؟ صح كده؟ الصفه دي واضحه؟ تمام تمام تمام. يبقى بصوا انا مش عارف عايز ابتديها ولا ما ابتديهاش، بس انا حاسس ان اللينك ده هيفصل دلوقتي، فنخلينا كده. بصوا يبقى احنا عندنا تكاليف الشحن هنتكلم فيها، هنعرف ايه اللي عند ايه اللي احنا عايزينه في تكاليف الشحن من الوكلاء، وكمان التكلفه المتبقيه اللي احنا ايه الوكلاء اللي ناقص عندها فلوس، صح؟ صح ولا غلط يا شباب؟ تمام صح كده. طب صح. هو يعني اللينك خلاص، يعني اول ما يفصل خشوا تاني، انا معاكم. الكهرباء احنا لسه الساعه 3 مش الساعه 4. اوكي ماشي. طب خلاص يعني ثواني، خليكم بقى معايا بقى لحد فصل اهو، نكمل يا شباب نكمل. شباب السلام عليكم، نكمل يا شباب. اللي كان بيتكلم احمد ابراهيم، ايه فايده سب توتال؟ معلش كده، ممكن تكلم احمد ولا معاك هو دلوقتي؟ تمام. الحته اللي احنا عملنا ديزاين وبعد كده اخترنا سب توتال دي، احنا عملناها لايه بالظبط؟ ما فهمتهاش قوي. تعالى نشوف حاجه تاني. الديزاين اهو، ديزاين اهي، نعمل هايت فلوتنج كده، ديزاين سب توتال، دون شو سب توتال. بص لو انا قلت شو سب توتال، بص هقول لك انا على حاجه، دي تتبان هنا اكتر. لو انا قلت هنا نعمل دي هايد فلوتنج اهي، لو انا اخترت دون شو او شو اول سب توتالز، بص المنظر عامل ازاي يا احمد، شايف المنظر عامل ازاي؟ يعني بيجيب لك تحت كل وكيل التوتال بتاعه، الشام 23، محمد ابن سلعه وابن سعله وكذا، معرفش ايه. فاهم معايا يا احمد؟ تمام. لكن لما انت تعمل دونت شو سب توتال بيبقى المنظر الشيك ده، فاهم؟ تمام تمام كده يا شباب. يلا بقى يلا بقى نخش بقى اللي بعديها. معلش لو حبيت الغي سب توتال الغيها ازاي؟ دونت شو سب توتال اهي، ما هي بصوا في الديزاين اهي، لما بتيجي تقفي في البتاع ده هيظهر لك حاجه اسمها ديزاين سب توتال. ايه دونت شو سب توتال؟ دونت شو. اوكي تمام تمام تمام. يلا بينا بقى نمسح ده كده بقى، ونروح داخلين بقى على اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي احنا عايزين نعرف تكاليف شحن كل وكيل ايه، وايه اعلى تكاليف شحن. هنروح دايسين هنا انسرت بيفت تيبل، علم عليها كله، نروح دايسين اوكي، ونختار الوكيل اهو هنا في الرو، ونختار تكاليف الشحن اهي في الفاليو، هي اوتوماتيك اتعمل لها صم. عارفين لو حطيت الوكيل هنا، بص المنظر يبقى عامل ازاي، منظر ايه ده، فاهمين؟ مش عارفه تراجعوه. لكن لما تيجوا تشدوا الوكيل تخليه في الرو كده، يبقى نازل تحت بعضه كده، بتبقى احسن.
وتروح بقى دايسين كليك يمين هنا كده وصورت تحفة. اه بصوا بقى ده انت كمان بقى ممكن تعملي لقطة حلوة جدا. نجاح صح؟ بص يا نجاح. ايوه ده انت بقى ممكن بقى تعرفي، بصي بقى للناس اللي هي مش في وكيل، مش في بلد زي مصر ليها وكيلين، بصي بقى تعالي كده نشوف مصر 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 الواجهة ونحطها هنا كده. فنيجي عند مصر، مصر اهي في اتنين، بصي اهو مش في وكيلين اهو، من المفروض ان هو وكيل اهو الاهرام والوكيل التاني اللي اسمه الفيوم. بصوا الفيوم بيصرف عليها تكاليف شحن 15000 دولار ولا 15000 جنيه ايا كان الرقم، والفيوم بيصرف 12000 ونص. فكده يعني مثلا مكان زي الاهرام ده بيستهلك كتير. طب تعالوا نشيل الواجهه ونخلي التوتال كله، دي كده تفصيليه. طب تعالوا نشيل الواجهه كده ونخلي التوتال اهو. لو تلاحظوا ان اعلى رقم بيدفع فيه مصاريف شحن الشام، وابن سعله ده معرفش بعديه. طب ايه رايك بقى ان احنا ممكن ندخل كمان التكلفه المتبقيه؟ حلوه دي يا استاذ نجاح. تعالي بقى التكلفه المتبقيه نحطها فين يا استاذ نجاح؟ مثلا في الفاليو. في الفاليو بالظبط، ما عشان فلوس التكلفه المتبقيه نحطها هنا كده. فكده الراجل ده بيصرف مصاريف شحن ب 19000 دولار وعليه فلوس 93000 دولار او 93000 جنيه. انت فاهمين قصدي ايه؟ فممكن مثلا يقول لك مثلا ايه، طب ما احنا لو مثلا انت مثلا محاسبه مثلا ان انت ايه بتقللي التكاليف مثلا ولا حاجه. طب يا فندم، طب ما انت بتدفع فلوس كتير وعلينا فلوس اكتر، طب ما نقلل، طب ما اعرفش ايه، طب ما نقلل مصاريف الشحن. ده انت ممكن كمان بقى تخش بقى في تفاصيل اكتر. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. لما مثلا ممكن نخش مثلا في تكلفه البضاعه مثلا ونحط تكلفه البضاعه مثلا وهكذا، يعني ان احنا ايه عمالين نزود. طب ايه رايكم مثلا نحط مثلا حاجه تانية مثلا زي تاريخ الشحن. تاريخ الشحن، تاريخ الشحن نحطه مثلا هنا، فيظهر اهو ان الشام ده، ان الشام عامل تكاليف شحن يناير فبراير مارس معرفش ايه بالفلوس بتاعتها. حد خد باله ولا لا؟ ده كده اعرف كل شهر تكلفه قد ايه. بالزبط. هل بزيد في الشهر ولا بقل؟ وفي بقى مثلا عندك مثلا هنا مثلا دي مثلا ممكن نعملها هنا جروب، يعني جروب مثلا اللي هو ممكن نخليه كل كوارتر. عارفين يعني كل كوارتر ولا لا؟ كل ربع سنوي. بالظبط اهو، يعني الربع السنوي اول حاجه صرفنا كذا، الربع الثاني عملنا كذا، الربع الثالث عملنا كذا. ده تحت ايه؟ ده تحت تكاليف الشحن. اما بقى التكاليف المتبقيه، الربع الاول عملنا كذا، الربع الثاني عملنا كذا وهكذا. فاهمين قصدي ايه؟ الموضوع حلو جدا. ايه رايكم يا شباب؟ تمام كويس. طب في زي توتال للثلاث ارباع مع بعض يعني؟ ثلاث ارباع يعني ايه ثلاث ارباع؟ يعني دلوقتي في توتال تحت اللي هو الكوارتر الاولاني، تحت الكوارتر الثاني، تحت الكوارتر الثالث. لو انا عايز اجمعهم بقى مع بعض ثلاثه، ما هو في توتال لو انت عايز تعمل توتال يعني كله توتال التوتال. ما هو بص مش عارف بقى يعني ممكن تجمعهم ورا خالص، او ممكن مثلا نعمل شو سب توتال شو اول سب توتال. نعمل مثلا شو اقول، لا دي لا، نخليها مثلا جراند توتال، نخليها في الجراند توتال. الرو في الرولي لا احنا كده شلناها، يبقى شو الجراند توتال دي نخليها اون روز. هي يا جماعه ولا اون كولوم؟ احنا كده دي الاون، احنا كده خلينا دولت كده التلاته. لا ممكن لا تضطر انت تعملهم مانيوال لبره، يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني تضطر انك تعملهم مانيوال. تمام بس كده. فاهو ثانيه بس نعملها دي كده سيبريتور دي ونخلي دي كده بالمنظر الجميل ده بس كده. فبقى عندك بص بقى ممكن بقى نعمل هنا تكاليف شحن اسمها ايه اللي اسمها ريبيت دي، لا اسمها دي ونخليها دي ريبيت اللي هي دي الصم بتاعتها. احنا عايزين نخليها المفروض لما اعمل ريبيت دونت ريبيت ايتم، وبعد كده ريبيت ايتم دي المفروض تيجي تعمل كلها كده. المهم بص بقى دي تكاليف الشحن، دي لو تلاحظ دي تكاليف الشحن في الكوارتر كله، ودي تكاليف المتبقيه في الكوارتر في الثلاث كوارترات دول. عايز تقللهم تاني ممكن تقللهم، عايز تخليهم كل اتش تعملهم، الموضوع هيبقى كويس قوي بالنسبه لك. في حد يا جماعه تاني عنده اي اسئله مثلا في اي حته في الحته دي، او عنده مثلا افكار؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله.
يعني انا يمكن مش هعرف اعبر، بس مش عايز يعني، هي موضوع مش احباط. هو انا دلوقتي بالنسبه للاكسل فور اول، انا عارفه ان هو انا بتعامل مع داتا في الاول، تمام. الداتا دي انا بوظفها عشان ان هي تخدم الفيلد اللي انا فيه. طيب، وانا كنت مع حضرتك من اول محاضره ان هي طريقه عمل المعادلات والصب. تمام، كويس كويس. دلوقتي انا تهت شويه، مش عارفه اكولكت، يمكن عشان ان احنا ما تعرفناش على البار، بس التول بارز اللي فوق، يعني مش عارفه بالظبط، مش عارفه اعمل بصي، ربط انت كل ليه استهلاكك، لما حضرتك بتتكلم على معادله. بصي كل نعم، استخداماتك، كل استخداماتك في الاكسل يعني بنسبه 90% هتكون في الهوم والداتا والانسرت، بس كده. الهوم تمام. هتستخدمي كل دولت، الداتا هتستخدمي الفلتر بس، الفلتر ان انت بس تفلتري كده على حاجه كده وممتاز ولا لا وكده، والانسرت عشان البيفت تيبل بس كده. شكرا كده. طيب، وحضرتك بتشرح، يمكن انا بشوف الشاشة بس انا على ما بعمل لها تكبير او كده، فمش عارفة فين بالظبط، بصي ليه بصي انا بصي، تايهة، لا يعني بصي مش انا كده عارفة كده مسجل. كده. بصوا يا جماعه انا كده كده مسجل المحاضره، ونزلت لكم المحاضره الاولى والثانيه لو انتوا شفتوها. المحاضره اه، الثالثه دي شكرا. انا سجلتها بالكبر ده بالشاشه الكبيره دي، فتقدروا تشوفوها. انا مش عايز اطول في المحاضره كلها، احنا كده عدينا كده 35 دقيقه. دي احنا شرحنا فيها قاعده اف اللي هي اذا كان راسب او اذا كان ناجح، وكمان شرحنا فيها البيفت تيبل، البيفت تيبل. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنزلها لكم على اليوتيوب، تتفرجوا عليها براحتكم خالص، تمام. وكمان الفيديو شكرا هيكون لحضرتك. واضح. بس كده انا كده خلصت. على فكره يا شباب البيفت تيبل ده سهل جدا على فكره، مع هو اي نعم ممكن الناس تفتكر ان هو صعب، بس هو والله يا جماعه هتلاقوا بتجروا عليه لوحدكم. تمام، شكرا لحضرتك. هو انا بس في التطبيق، فيمكن هطبق اكتر واشوف لو وافت معايا حاجة او يا كده ستي انا هديكوا ارجع الداتا اهي، لحضرتك. انا هديكوا الداتا دي اهي، وهبعتها لكم على الواتساب تقعدوا تعيشوا فيها. ماشي يا شباب، شكرا لحضرتك، تحت ميرسي. امركم يا جماعه، تحت امركم. انا كده خلصت يا شباب، عايزين اي حاجه؟ اوكي، ممكن اسهلك. اتفضلي اتفضلي. طبعا اتفضلي. لو انا عايزه مثلا ويب سايت اشوف عليها الداتا، انزل الداتا اللي عليها واجرب انا عليها الفانكشنز دي كلها، في حاجه في ويب سايت معين؟ بصي هو في برنامج، في ابلكيشن جميل جدا جدا اسمه سولو ليرن، ده نازلين من على الابلكيشن اللي هو جوجل ابلكيشن او جوجل بلاي، اسمه سولو ليرن. فكره ده باللغه العربيه كمان، في اكتر من لغه، ده تقدري تمشي معايا ستيب باي ستيب للحاجات دي. على فكره انا ماشي عليه دلوقتي في السيكوال، فاهميني؟ انا تمام، انا مجرباه في السيكوال اصلا، انا انت بتدرس سيكوال؟ طب مجرباه كويس، في السيكوال بس هلاقي عليه انت مجربه في سيكوال؟ طب كويس. انا بجرب، انا دلوقتي داخل اهو خلاص في الداتا اناليسيس، يعني خلاص قربت ان انا اقفل كل الداتا، وداخل لي بس مرحله اسمها داتا اناليسيس بس كده. فهتلاقي فيه اكسل، هتلاقي فيه بايثون، هتلاقي فيه كذا حاجه تاني. طب اوكي، ماشي يا شباب. في اي حاجه كمان عايزين تقولوها لي؟ اوكي، او شكرا شكرا لو اي حاجه في الاكسل يا شكرا شباب. لحضرتك. بصوا يا شباب، اي حاجه في الاكسل، انا كده كده ما بخرجش من اي جروب، اي حاجه في الاكسل خليكم على الجروب، ولو وقفت قدامكم اي حاجه افتكروني، اكتبوا كده في الاكسل اللي كده من فوق محمد تحسين، هتلاقوني على طول برد عليكم. ماشي يا شباب، شكرا لحضرتك، تحت ميرسي امركم قوي. تحت امركم. طيب، والداتا اللي حضرتك عاملها لنا دي، انا اعتبر ان تعتبر ان هي بالنسبه للتاسك يعني لينا، لا ولا لا لا، جربوا عليها، العبوا بيها، يعني قصدي ايه، انتوا انا ما بديش تاسكات، بس انا جربوا عليها براحتكم، اقعدوا اعملوا على البيفت تيبل ده زي ما تعملوا الداتا كده كده، انا بديها لكم عشان تجربوا عليه بس كده. تمام، شكرا تحت لحضرتك، امركم يا شباب، تحت امركم. ماشي، السلام عليكم. مع السلامه، مع السلامه. شكرا لحضرتك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.